السلام عليكم، ان شاء الله صحيح بالشرح تشابتر البريك ايفن اناليسيز. تشابتر البريك ايفن اناليسيز هو تشابتر 13. البريك ايفن اناليسيز بحكي لي عن نقطه التعادل. هسه لو بدنا نفهم مصطلح نقطه التعادل، هسه احنا شو اللي عندنا بكون؟ اللي بكون عندنا كالتالي، اللي بكون عندنا كالتالي، انه احنا عندنا اي مشروع بالحياه، عندنا اي مشروع بالحياه شو بصير فيه؟ لو حكينا المشروع ببيع كميات معينه كوانتيتي كوانتيتي كيو، فبالتالي الكوانتيتي قديش حقها؟ حقها مصاري. يقول لي تمام، احنا بنعرف انه كل ما بعنا بتزيد المصاري، ولكن خلينا نيجي نفهم مصطلح كثير مهم. هسه احنا يعني اذا انا ما بعت ولا شيء فالدولارات صفر مثلا، هيك معناها. اذا انا بعت كميه مثلا بكسب كم دولار، كم بعت كميه بكسب كم دولار وهكذا. ولكن خلينا نيجي نحكي إشي بالمنطق. هسا احنا كشركة مثلا، احنا كشركة شو عندنا بيكون شغلات؟ بيكون عندنا مثلا اجار المحل، او اقول لك مش شركة، نقول محل مطعم مثلا. المطعم بنعرف انه في اجار للمحل، لو كان محل مش الي يعني كان محل اجار. يكون عندي مثلا عمال، يكون عندي التزامات ضرائب تأمينات والى اخره. فبالتالي احنا ما بنبلش من الصفر، احنا بنبلش من نقطة معينة من هون مثلا، وبعدين ببلش يصير عندي ايش؟ في زيادة، بيصير عندي فيه زيادة. فشو هاي الزيادة؟ ليش هاي المسافة؟ ايش هي هاي؟ الانترسبت مثلا، هي لو كانت معادلة فهاي الانترسبت تقاطع صفر، هي الفيكست كوست. فيكست كوست وشو عبارة عن شو هاي؟ عبارة عن التكاليف الثابتة شو ما كان، هي ايش؟ خط ثابت. فبالتالي احنا بالعادة بنبلش من الفيكس كوست ونطلع. طيب هسا اللي بصير عندي كالتالي. هسا احنا عندنا شو، في عندنا سلافة، في عندنا كوست وربح، كوست وربح. فبالتالي اللي بيصير عندي انه انا في عندي منحنى للكوست اللي هو هذا هو التوتال كوست، في منحنى ثاني للريفينيو، منحنى ثاني للريفينيو ببلش من الصفر. ليش؟ لانه العائدات بتيجي من الصفر، فبنعمل تقاطع هاي الريفينيو. بنلاحظ انه هاي النقطة التقاء العائدات مع التوتال كوست هي عبارة عن نقطة اسمها بريك ايفن بوينت، هي نقطة التعادل. هاي النقطة هي النقطة اللي أنا برجع فيها رأس مالي. يعني مثلا أنا هون خسرت، هون كنت بربح مثلا، مشيت، هاي النقطة صار في عندي تعادل. أنا هون لا أنا خسران ولا ربحان. فبنلاحظ إنه بعد نقطة التعادل الربح عندي بزيد والخسارة بتقل. لاحظ إنه سلوب الريفينيو اعلى من التوتال كوست، فبالتالي بعد البريك بوينت عند الريفينيو اعلى. فبالتالي بدنا نوصل لنتيجه معينه، واللي هي انه احنا اذا سوينا التوتال كوست في الريفينيو في العائدات بحصل على نقطه البريك ايفن، او بوجد الكميه اللي بتعطيني بريك ايفن. يعني التوتال كوست مقسم لقسمين، واللي هو الفيكست كوست اف سي مختصره، اللي هي الفيكس كوست اللي حكينا عنه، في عندي فاريبل كوست. هسه بشرح هاي الشغله. والريفينيو بتكون عباره عن ريفينيو. طيب اللي بصير عندي كالتالي، فيكس كوست حكينا هي رقم، وبالعاده هو زي الانوال، زي انوال وورث، يعني هو ايش؟ دولار بير يير مثلا، او بير مانث او الى اخره. الفاريبل كوست هسه نيجي لمحل اواعي، احنا نشتري اواعي. شو بصير عندي؟ بصير عندي انه انا بشتري القطعة، مثلا نشتري القطعة سعر الشراء مثلا، خلينا نحكي عنها، نكبر الخط بس، سعر الشراء مثلا اللي هو الفاريابل كوست بنسميه، او مثلا يونت كوست، يونت فاريابل كوست له اسم مش عارف شو، بس ما من فكرة. يونت كوست بتساوي $5 بير يونت. شو يعني؟ يعني سعر القطعة $5، سعر القطعة $5، وجيت أنا بعت لك number of unit
100 قطعه، فبالتالي انا الفاريبل كوست بيكون عباره عن 100 ضرب 5 واللي هي $500. فبالتالي الفاريبل كوست هو التكلفه يعني اللي انا دفعتها بناء على الكميات. احنا بنشتري القطعه بخمسة، ولكن بكم بنبيعها؟ بنبيعها مثلا ال 100 قطعه هذا نفسهم، ولكن بنبيع الريفينيو ريت، الريفينيو ريت بنبيعه مثلا ب $7 بير يونت. فبالتالي انا الريفينيو عندي المبلغ اللي وصلني على جيبتي 7 ضرب 100، فبالتالي $700. فبالتالي اللي بيصير عندي اني اذا انا سويت الفيكست كوست زائد الفاريبل كوست، سويتها في الريفينيو، وانا على فرض انه المية هاي مجهولة اللي هي كيو، فانا بقدر افصل القانون فيكست كوست ثابت، فاريبل كوست هتكون في سمول في كيو، والفي سمول اللي هي $5 تساوي ار سمول اللي هي $7 في كيو. فقيمة كيو هاي، قيمة كيو هاي هي عبارة عن البريك ايفن، كيو بي اي، كيو بي اي. فبالتالي كيو بي اي بعد عمليات الرياضيات راح تساوي عندي الفيكست كوست مقسوم على ار ناقص بي. هذا قانون زي اسمكم، او بضلك حافظ القانون الاصلي انه كل شيء بدفعه بيساوي كل شيء ربحته. فهيك انا بقدر احسب الكمية اللي بيصير عندي فيها لا عندي لا خسارة ولا ربح. فأكثر منها، إذا بعت أكثر منها فأنا ربحان، وإذا بعت أقل منها فأنا خسران. هذا شرح لهذا. طيب في مصطلح ثاني عندنا اللي هو البروفيت أو اللوس، بروفيت أو لوس. بشكل عام البروفيت هو الريفينيو ناقص التوتال كوست، يعني قديش أنا بعت، قديش أجاني مصاري ناقص قديش أنا دفعت، قديش أنا دفعت. بس هي الفكرة. اللوس عكسهم بيطلع سالب، فإذا طلع عندي موجب فبيكون بروفيت، إذا طلع عندي سالب فبيكون لوس. هسه ممكن إنك تحدد أنت البروفيت أو الريفينيو من هذا القانون، أو تحدد من البريك إيفن، بتشوف أنت كم كمية بعت وبتشوف كم البريك إيفن كوانتيتي. إذا أنا طلعت بايع أكثر من البريك إيفن فهو بروفيت. هسه بنشوف مثال عليه. يقول ليهم أنت يا را أنت يستري كذا 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 ولا آخره، ما ليش فيها. يقول لي اذا النورمال برودكشن 60 ديليفر بير مانث، يعني هاي الكوانتيتي. يقول لي في عندي كمان 72 بير مانث، يعني في عندي شغلتين، يعني في عندي النورمال 60 ولكن انا بدفع او انا بنتج 72. تمام. يقول لي اذا عندي الفيكست كوست هالقد، الفاريبل كوست هالقد، والريفينيو بير ريت هالقد. يقول لك هاو داز انكريز ذا برودكشن ليفل اوف 72 يونت بير مانث with current break even. يعني هو قاعد بيقول لي قديش احنا كمية الزيادة، يعني هو الفرع الاول قديش الكمية الزيادة اللي هي هاي باللون الازرق، قديش انا مثلا ربحت او غيره، اللي هي نفس الفرع الثاني ونفس الفرع الثالث. انا بدي اياك توصل الفكرة انه احنا كيف نحسب البريك ايفن. هاي البريك ايفن هي الفيكست كوست على ار ناقص بي. فيكست كوست 2400، يمشي 2400 2.4 مليون بس شال الاصفار، على الار ناقص بي. فقديش طلع معي 60. فبالتالي انا نقطة التعادل 60. انا اذا بعت 72 فانا عندي 12 عينة اعلى، 12 كمية، 12 كمية مالهم اعلى من البريك ايفن. اذا انا بايع 72 انا هاي 60 صح وهاي 50، ف 72 تقريبا هون، فانا هاي كمية العائدات تقريبا 5300، وقيمة الدفع اللي دفعته مثلا 4900. فبالتالي الربح تبعي هو الفرق بينهم. طبعا هي موجود بالرسمة انه مكتوب عليه بروفيت. فانا عندي 12 عينة ربحانات. فبقول لي اذا بدي احسب البروفيت شو بعمل؟ بقول البروفيت هو الريفينيو ناقص توتال كوست، بيطلع معي 480. وهذا اشي صحيح حي وطلع موجب. طبعا انسى القانون اللي هو كاتبه، احنا خلص الريفينيو، شو الريفينيو؟ 75 ضرب 72، 75000 ضرب 72 هيو. شو الفاريبل كوست؟ اللي هي 35 ضرب 72 هيها 35 ضرب 72، وطرح منهم مين؟ المليون 2.4 مليون 42. طلع موجب، ما احنا حكينا موجب لانه انا البريك ايفن عندي 60 وانا بايع عندي 72، فانا عرفت انه راح لازم البروفيت يطلع موجب فطلع موجب. يقول لي شو الفرق بين الريفينيو والفاريبل كوست؟ يعني بده قيمه ار ناقص بي، بده قيمه ار ناقص بي اذا انا بعت 45
إذا أنا بعت 45 والفيكست كوست ثابت. أوكي سهل. أيوه شوف الحل. يقول لي عشان أحسب آر في، يقول لي البروفيت صفر. ليش البروفيت صفر؟ إنه هو قال لي what is the difference between revenue and variable cost necessary to break even إذا المنتجات 45. يعني عند المنتجات 45 كم يعني شو الربح عندي؟ البريك إيفن يعني الربح بيساوي الخسارة، يعني صفر، فرق بينهم صفر. فبالتالي ما عندي ربح راس مالي زي اللي وصلني. فبالتالي أنا أعتبر إنه البريك إيفن بوينت 45، وقال لي احسب الآر ناقص بي. هيو صفر بتساوي آر ناقص بي ناقص فيكس كوست، تطلع من الآر ناقص بي. بس التوتال كوست اكيو بسموه افريج كوست بير يونت. هذا راح يكون البارت الاول للتشابتر اللي هو البريك ايفن لنوع واحد. بس ما راح نوقف، بدنا بس نروح نشوف البروبلم اذا في بروبلم. طبعا في كثير بروبلم هون، بدي احكي بس شويه افكار. يعني مثلا هون a design to cost approach product value كذا كذا، فعندي 15 ميلز. انت 15 ميلز يقول it has a list price 589 and the variable cost 340. يعني انا ببيعها ب 589 وعندي variable cost 340. يقول لي what could the fixed cost barrier in order to banner the break even with sales 9000. ممتاز جدا. يقول لي انا كم الفيكست كوست اذا البريك ايفن 9000؟ يعني 9000 تساوي الفيكست كوست مقسوم على الار ناقص في. انا قديش ببيع القطعه؟ ببيعها ب 589. قديش بشتري القطعه؟ 340. بطلع الفيكست كوست. هسه بحكي لي اذا انا ببيع بمقدار 700، الفيكست كوست 750000، بيقول لي شو الربح على مستوى 7000؟ اوكي شو بسوي هسه؟ انا بقول بحسب الفيكست كوست اللي 750000 زائد ا في كيو، الفي اللي هي 340 والكيو هي 7000. هاي مين التوتال كوست. طب الار شو هي؟ بقول عندي قديش انا عند الربح 589 برضو ضرب 7000. شو بسوي؟ بطرحهم من بعض. اذا موجب، اذا الار ناقص توتال كوست موجب فهو ربح، اذا هاي خساره. بس هذا بروبلم 13.1. هيو الفرع الاول زي ما انا قلت طلع الفيكست كوست، الفرع الثاني عمل زي ما انا قلت طلع معاه البروفيت موجب، هاي ناقص هاي طلع حال قد. طيب 13.2 نفس الفكره، انا معي 800000 فيكست كوست، معي تكلفه البيع هل قد وتكلفه الشراء هل قد. بقول لي كم عدد الكميات اللي ببيعها انا كل سنه؟ بقول لي شو الربح؟ يعني خلص هاي الفكره صارت واصله. طيب في فكره هون مثلا 13.3، خلينا نشوف شو بحكي 13.3. ايه اميت الجيكار انجينير هاس استفيد ذا كوريبل فاريبل ميلز فروم ذا كوبر ويل بي 12 مليون ذا اكويبمنت. اوكي طيب هذا سؤال مثلا بيقول لي في عندي ثلاث افرع 14 15 16 17 لهي المساله. بيقول لي اذا هذا الفيكست كوست، هاي الريفينيو كوست، هاي الكوست بارير، الكوست بير يونت، هي الفاريبل كوست، هاي الريفينيو. طبعا هي مش فاريبل كوست، الفاريبل يونت. يعني كل يوجد البريك ايفن لكل نقطه. اوكي يعني السؤال بحسبه ثلاث مرات، بحسب لها. طبعا انا ايش عندي؟ كالكوليت ذا انوال سيور اوف ايتش بلان. اوكي مع يعني هاي العين لفرنسا، مع الفيكس كوست، مع الريفينيو، مع الكوست، بطبق القانون بطلع البريك ايفن. والثاني نفس الشيء، يقول استيميت ذا مينيمم ريفينيو اذا انا عندي الفيكست كوست زاد بمقدار 10%. يعني هذول ثابتين ولكن 3.5 زادت 10%. سهل جدا، نفس المطلوب الاول بزيد 10%. يقول لي اذا انا بعت 950 عينه واليو هاي فرنسا، واذا اليو اس باع 850، بيقول لي اوجد الربح او الخساره لكل وحده. اوكي بحسب الكيو لهاي والكيو لهاي وبطرح. بس بحسب قصدي يا بحسب البريك ايفن بقارنها مع الهاي وبشوف اذا عندي ربح. بس اذا هو بده قيمه الربح فشو بعمل؟ بطرح التوتال كوست من الريفينيو او العكس. بس هاي يعني كيو بي اي، كيو بي اي فرنسا بعد الزياده هاي ضربها ب 1.1 لانه زاد ب 10%، والربح طرح
هاي الريفينيو وهذول الكوست وهاي لهذا، هذا طلع موجب وهذا طلع سالب، ففرنسا بتربح وامريكا بتخسر. 13.7 شو بقول لي؟ بقول لي اذا الربح مليون احسب الفاريبل كوست، يعني اذا الربح وصل مليون احسب الفاريبل كوست، اذا الباقي ثابت خلاص. يعني حكي فاضي نفس الافكار، حكي فاضي نفس الافكار. انا بدي ادور على افكار اذا في عندي بي جيفن اي والسوالف هاي، غالبا ما في، يعني غالبا ما في. تلتاش بوينت احداش ترانسبورتينج اكستريملي اي في بي بس ماتش كذا، بقول لي انت 1420 ثانكس نيوز. انسى، هون في اسئله مالتيبل، هذا مش معنا. Future has a fixed cost and variable cost. هذا لسه ما أخذناه، اللي هو 13.50. طيب لسه ما أخذنا الشغلات، في شغلات لسه ما أخذناها. نحكيها في الفيديو في الجملة. يعطيكم العافية.